وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم في زيارة يلتقي خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار أبو ظبي الدولي أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات. رافقت جلالة العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال.